عفوا حساب موسيماني على تويتر. موسيماني طبعا قال كلام مهم جدا، نشر فيديو استقبال جمهور الاهلي للبعثه في قطر امبارح، وكتب شكرا جزيلا على حفل الاستقبال وسنبذل قصارى جهدنا يوم الاربعاء. عجبني جدا الثقه اللي بقت موجوده بشكل ملحوظ ما بين جمهور النادي الاهلي وموسيماني، هتافات خاصه ليه. وليه ما يبقاش في ثقه؟ لا طبيعي ان هي تكون موجوده، لان الراجل بصراحه بيحقق كل المطلوب منه. ممكن تقع منك بطوله او اتنين، لكن انت واخد عدد اكبر من البطولات من ساعه ما هو جه، فدي امور مهمه جدا. نتمنى له يا رب كل التوفيق في هذه المباراه وفيما تبقى من هذا الموسم اللي يعتبر لسه في بدايته. نروح لحساب الاهرام على تويتر، واللي كتبوا ان موسيماني يدرس اخر مباراه للرجاء المغربي قبل مباراه السوبر. وزي ما قلت لحضراتكم، الرجاء كان عنده مباراه امبارح كسبوها بصعوبه شديده في الدوري المحلي امام حسنيه غدير، جون كان في الدقيقه 93. فاكيد هيعكف مستر بيتسو موسيماني وجهازه المعاون على دراسه فريق الرجاء، مش بس المباراه الاخيره، بعض المباريات الهامه جدا بالنسبه لهم، عشان يقفوا على نقاط القوه والضعف بالنسبه لهذا الفريق. وده مش ابتدى بس دلوقتي او هيبتدي النهارده ولا حاجه، لا، هم بقى لهم فتره متابعين بشكل مميز فريق الرجاء المغربي، وده امر ضروري. خلينا كمان نروح لحساب كوره بلس على تويتر، وبيقول الرجاء يحل ازمه الطيران ويتجه الى قطر استعدادا لمباراه السوبر افريقيا امام الاهلي. المفروض ان هم هيوصلوا النهارده، ويعني انتوا عارفين ان يعني الدنيا كانت صعبه شويه بالنسبه للرجاء هناك في المغرب، بالتحديد بخصوص كورونا والاجراءات الاحترازيه والكلام ده، لكن هم خلاص كل الامور دي اتحلت والناس ما هتكون موجوده ومفيش اي مشاكل خالص، تبقى المباراه داخل الملعب ان شاء الله. التوفيق يكون حليف النادي الاهلي. تعالوا بقى نسبق الاحداث شويه فيما يتعلق بأجيري، المدير الفني الأسبق لمنتخبنا الوطني والمدير الفني الحالي لفريق مونتري المكسيكي، اللي هيقابل النادي الأهلي في الدور الأول أو أول مباراة للأهلي هتكون أمامه في كأس العالم للأندية. والراجل ليه تصريح من خلال يعني تصريحات ليه نقلتها بطولات حسابه الرسمي على تويتر، قال علينا الفوز على الأهلي قبل التفكير بالتتويج بكأس العالم للأندية. واضح واضح ان الناس دي عندها طموح كبير جدا وعندهم امال ان هم ينافسوا على البطوله، ده اللي يدل على ان هم فريق قوي قوي، وبالتالي اكيد عنده درايه ببعض العناصر الموجوده في النادي الاهلي اللي ندربهم في المنتخب. فمن هنا جايه صعوبه هذه المباراه. ان شاء الله الاهلي يكون مكتمل باذن الله واحد احد، وده اللي احنا بنترقبه، لان خلال ساعات انا بقول لحضراتكم خلال ساعات هيطلع قرار نهائي بخصوص أزمة التعارض في المواعيد ما بين كأس العالم للأندية وبطولة الأمم الأفريقية. والقرار بإذن الله واحد أحد هيرضي الجميع، الأهلي هيلعب في كأس العالم بكامل نجومه والمنتخب إن شاء الله في بطولة الأمم الأفريقية بكامل النجوم. ده فيما يتعلق بهذه الجزئية. هنروح لفاصل سريع بعدين نرجع نكمل السلام. يلا.